اوكي اسمعوا، يعني هذا حديث مهم جدا. سيدرا عم تفكر يعني لحد الان ما في شيء اكيد انه تستقر في دبي، دار الحي في الامارات بدبي دار الحي، تمام؟ وانا يعني بصراحه بتمنى بس ما بعرف يعني هلا لسه يعني لحد الان ما بنعرف، بس نحن هيك يعني عم نتناقش ونتحاور ونتحادث ونتخانق. اه سوري سوري لك لا تلمسي وشي. ادودو هاي سوري اي دو سبيك انجلش. لا لا ما عم تحكي معك. بات اي سبيك انجلش 50-50. هذا الترند قديم. يعني انت اختي الكبيره ما لازم احكي معك بحكي، بس لا صحيح انت شو قلتي شو قلتي لا تجبر. انت حطيتي ايدك على وشي، بتعرفي شو معناته وشي؟ انت شو يعني وشي؟ وشي يعني بكسر له ايده يلي بحط ايده على وشي. يا هلا مثلا اذا انت تزوجتي مع الايام بكسر له اياها وبخليها يمسكها ويلفلف فيها. يلا هذا حكي يعني هلا يعني، بس بكره ما في فعل. بكره ما في فعل. انتوا شوفوا امانه امي خلي حبيبي سيدرا اضربني. سيدرا امانه امي خلي يشوفوا كيف حاطه رجلي وراك انا كل مرة اشوفك فيها تبقى نفسي اوكي نرجع على موضوعنا الاساسي هلا مشان ما قلت شكف تاني نفسه. جربي راح اجرب. اوكي انه يعني هو الموضوع نفسه، تستقر بالامارات ما تستقر بالامارات، بس لهلا ما اخذنا قرار 100% بصراحه، او سيسي كمان ما اخذ. فانتوا لازم تشجعوني. انتوا شو رايكم؟ اذا ما شجعتوني ما راح اقعد. ما رايكم في هذا الموضوع؟ خلص اخذت فكره. اذا انتوا ما شجعتوني انا ما راح اقعد. فيا حبايب قلبي اذا انتوا ما حطيتي غلطك لو سمحتي لو سمحتي. يا حبايب قلبي ماشي، انت هذا القرار اساس بدي اشيل البلاش اللي حاططه اكيد، يعني شيء طبيعي رح نام فيه وخليه ببشرتي. نو واي. عليكم بسم الله ما لي شايف. شوفوا شو كيوت اللي حاططه، كثير لذيذ اصلا. هاي القمطة هيك بسموها قمطة. جاي طقم مع البرنس الاحمر. اذا شايفينه لابسته اسراء كانت حاطة بس بلاش. شايفين بس بلاش بدي شيله. اسراء عم تغسل كأنه. نرجع لموضوعنا. اذا انتو ما حمستوني بيني وبينكم، اذا انتو ما حمستوني انا ماني ناوي اقعد بدبي، فانتو لازم تحمسوني مشان اقعد بدبي كون هيك مع اختي. فحمسوني. اوكي يا جماعة انا بكرة لازم تساوي حواجبي. حواجبي عم يقولوا لي مشان الله ساوينا. ما فيهم شي بس انه يعني بدي شقرهم. بحب شقرهم كتير، يعني بحب انه يكونوا هيك، بس لازم بكرة ساويهم. وخصوص بكرة محبوسين بالبيت، لا ندري لا نعلم، بس كتير اجانا انذار انه خليكم في بيوتكم. دولة قال خليك جوا بيت، التزموا في بيوتكم. دولة قال اوكي لك حرام انا ما سويت لك شيء. شقديمة الغنية. هلا بدي ارجع احط تونر، يعني هلا لسه هلا ما حطيت تونر بس انا بدي احط تونر. ليش هيك عم يزمن؟ شو هاد؟ شو هاد اللي عم يطبر فوق راسي؟ الله شوفوا بيعطيني ببشرتي. يا جماعة أنا إذا كنت كثير نعسانة بيصيبني مثل إنه إسراء شلون بيقولوا لها مثلا إذا كثير كنت نعسانة بيصيبني طاقة. لبجن لبجن إيه يا ما بعرف شو بحكي أصلا. بتحسوا حالي مثل طالعة مثل واحدة طالعة من بنج نفس إسراء. يا إلهي إسراء تعرفي شو إجا ببالي مبارح؟
يعني الله يعني انه انا لا يحجني لهذا الشيء، بس انه انا ولا مره انه فتت عمليه يعني بعيد من هون، بعيد من هون انه انا ولا مره جربت البنج بعيد من هون يعني. الو عم بحكي معك. شو قلتي؟ عم بقول انا ولا مره مجربه البنج. ايه ان شاء الله ما بتجربي. هو ان شاء الله ما جربه، بس انه يعني انه كي يعني هو انا شو هو انا خبز مجنونة صح؟ اه بس شو الاسئلة بتخطر ببالك؟ ما مجنونة قلت لك لما اوكي خلص كثير طورت، لازم نام. رح احط مرطب او كريم مشي. غيرت الكريم وانا حاسكت. شو خطر ببالك بهذا الموضوع؟ ما حدا بيخطر ببالك. انا لا يحجني، بس انه انا هذا سؤالي يعني. شو بيخطر؟ بس هذا كتير ظريف، كتير منيح للبشرة. كده كده يا قلبي حتى اوكي كملوها لاني مالي حافظت. الله شو معناتها هذا الشيء؟ اخ على شكيله مخاخ. ما بتعرفي مخاخ خروف؟ مخ. الله يحفظك. شو جعبالي؟ جعبالي شو اسمه؟ هيك روس ومقاده. نو واي. والشربة بيتك بتيجي حامضة. اوكي الشربة طيبة بس. جعبالي جعبالي هي اللسانات، جعبالي هي اللي بقلب رز. شو كان اسمها؟ امي شو اسمها هي الأكلة اللي بقلب رز؟ مقادم. لا مو مقادم. موزات. مو موزات. شو اسمه مصارن. ولا مصاري. الشرايين. لك ايه مو لهالدرجه ماما. هدول بحبهم هدول. شو كان اسمها المحشيه بالرز الطويله؟ هدول بحبهم. اما مخ و... و... شو؟ مخ وما بعرف شو. سجقه. لك لا عن جد؟ قلتي سجقات. ايه سج ومقادم. الله اوكي انا نو واي هذا الاكل ما بحبه، بس انه بحب هذا الطويل اللي فيه رز، وبحب الشربه مع الليمون والبصل. اه حسيت حالي كثير حكيت صح؟ اوكي خلص اخر خطوه هي شفايفي. اهم شيء شو؟ اطلب منك تيجي تعملي لي روتين العنايه بالبشره الليليه ما قبل النوم وانا متسطحه بليز. معاهم معانا ما بتسمعي. اعملي لي سدره بنفس الوقت اعملي لي مساج. اوكي يس فوتي لي شوي جوا عشان اقعد يعني اخذ راحتي. لا فوتي كمان. ايه بالبنطلون لك انا هيك بيجامه لقيتها سمول، بس ليش كبير علي ما بعرف. حطيت لي بس سيدي هيك عاملين يعني هذا اللي بتعمليه. اوكي انت حاطه من الكريمي؟ كريمي هذا قلت له. هذا كريمي على فكره. هذا كريمي قلت له اسكتي. كريمك كريمي يا حبي. احلى شيء انا ماما قلت لي وين الملمع تبع البشره؟ ملمع. عرفت هذا الكريم؟ عم سميته ملمع البشره. مو على عيوني. ما تربي على عيوني. بلا بينحط للعيون. بلا بينحط. اه شوي ايه. بينحط حطيت لعيوني عادي. لكن كل كريم بيجي من الصدق بحس انه كل كريم. لا تحطي على عيوني، انا ما بحب احط على عيوني. اسكتي بقى. ما تحطيني على عيوني. لك انا بعرف شو اشتغلي. يعني ما حيأثر شيء على فكره اذا حتحطوا على عيونكم. اول البشره مو للعينين. ايه بس عادي البشره شو ما بقلبها العينين؟ لا كريم العينين لحال. بس اسكتي. اوكي. رح كيف علي جوزي مستقبل؟ ضربي انت وزوجك مستقبلي قبل ما يجي. عن جد؟ اي والله. اي والله. حبيت لو بلوى. بس انت بابا ما عدت بس لو سمحتي. اوكي. شو بيطلعني؟ لازم نروح لك لغلغوغ لغلوغ. انا عندي غلغول؟ لغلغول. ذكرتيني بحدا
ثاني ذكرتك. رح يغلوها، رح يعرف حدا، رح يعرف هو هذا الحدا. هو كمان هو عم تعدد يعني عدد مش عارف. خلص عارف. عارف عرفنا خلص. ايه رفقتنا عرفتها سارة. لا يا الله على الغدد، على الغلول فديتوي مواد جمال. لا طبعا شكرا اسمها هاي الغنية فديتوي مواد جمال بلا يا هو بذكرون. اوكي هلا انت بس ما عدتي لان فخصتي وانت. طب وين بدي اقعد يعني انا ظهري كمان انكسر. يلا هاتي لي وينه في شيء تحت ظهري بس هو مرات بس شوي شوي. اوكي ما تقدري شوي ريحته طيبة هذا. ايه انا كل يوم بحط منه على الازاي شمه شمه. استني شو نعمل هلا شي سيدر المرطب الشفايف تدهنه ما حول الشفايف كمان فهمتوا يعني لازم بكبر الشفايف لازم يكبر شفايفك قصدي انه يعني لازم انه يعني تحطي وين ما كان مشان ما يقشبوا شفايفك ليك بدي اعمل لك مساج هلا شو كمان في مساج للشفايف ما بتعرفي؟ بعرف بس انه ما بحب انا المساج للشفايف. هيك هيك. اكون سيدرا اسو انت خلصت لا البشره على السوسو اسو يوم كل شغله امي تقول لي اياها وقت التحدي تقول سوسو سوسو تخيل الله ادم يوم اول ما فزت قال لي سوسو سوسو اخذ بوتي لبس بوتي سوسو هذا السوسو لا وانا كمان انه احيانا عائلتي بخربطوا فيني بيقولوا لي سوسو بقولوا لي يا جماعه انا اسمي سيسي طب هذا القوس حيضلوا ما انا سيسي مع انه خلصنا لانه ليك ولكم شغله تعالوا لكم ليش انا بحب سيسي سيسي نادر اما سوسو كل واحدة سوسو سوسو مو سوسو فوسو بس مو كل سوسو سوسو يعني اكيد مو كل سوسو سوسو اسمعوا سوسو هي نمبر 1 يعني بصراحه ما بتلاقوا منها باي ماركه اوكي ماركه انه باي شغله يعني اوكي اسمع فلهيك انا بحب اسم سيسي لانه سيسي نادر تلاقوا منه بالعالم فانا بحس انه انا بحب اسمي يكون مختلف يعني انا سيسي انا سوسو انا سيسي فهمت شلون فبحس انه كلمه سيسي نادره عن جد بصراحه انت كلك نادره وانا كلياتي نادره ف الله يعين بس امي بس المطاطة هي نادرة عشان ما تحبس دمك يو خليها هون لا على فكرة لك هيك يعني ما راح حابسة دمي هون والله لانك ما بلا دم بلا احساس قصدي عادي بلا احساس انا بنت بلا احساس هيك قصدها يعني هيك كأنه قصدها قصدها انه انا بلا احساس شوفوا على الحكي بلا دم ما بتستحي انا شو دمي لكن ازرق دمي اسود دمك اسود دمي اسود ما عندي دم ممكن يعني انا منادره ما عندي دم بهالحياه انا بنت ما عندي دم انا دم ما عندي دم انا بنت بلا دم